السلام عليكم. عقد مجلس الوزراء اليوم، وكانت ثمرة اللقاء مجموعة من القرارات والتوجيهات والمناقشات في مسائل متنوعة. كالعادة دعوني أختصر اليوم فيما يتعلق بوزارة الصحة. الأمر المهم والمستجد هو أن وزارة الصحة أعلنت عن إقرار لقاحين، الأول لقاح شركة أسترازينيكا البريطاني ولقاح سينوفارم الصيني. أقر هذان اللقاحان من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، وكان هذا الإقرار إقراراً طارئاً، وذلك لمواجهة جائحة كورونا. هذا تطور ملموس نأمل من خلاله أن يحظى العراق بهذه اللقاحات قريبا جدا، لأنها أقرت طارئا كما أسلفت. المسائل الأخرى، الحمد لله نسب الشفاء عالية جدا، تصل إلى 94%، وتراجع في الوفيات كالمعتاد مقارنة بما يحدث في العالم هذه الأيام من ارتفاع للإصابات. وضعنا يعني نحمد الله عليه. هذا باختصار عن وزارة الصحة وإنجازها. اليوم كانت هناك استضافة للمفوضية المستقلة للانتخابات بشخص رئيسها، وكذلك رئيس الدائرة الانتخابية. الموضوع الذي تم التباحث فيه هو الطلب الذي قدم إلى مجلس الوزراء بتمديد موعد الانتخابات. هذا موضوع حساس وأساسي بالنسبة للحكومة كما تعلمون. الحكومة قررت وأعلنت مرارا وتكرارا أن الانتخابات تكون في 6 حزيران القادم. طلب المفوضية اليوم الذي نوقش باستفاضة وجها لوجه وقيلت فيها آراء يقوم على أساس فني بحت. هناك طلب منها بأن تكون الانتخابات في يوم 16 من تشرين الأول 16/10. نوقشت الأسباب الفنية مع المفوضية، وصارت قناعة لدى المجلس بأن يمدد موعد الانتخابات ليس إلى يوم 16 بل إلى يوم 10، يوم 10/10/2021 هو الموعد الجديد للانتخابات. هذا جاء بناء على طلب المفوضية الذي سببته بأسباب فنية. المناقشات طويلة لا أود أن أستفيض فيها، لكنها بالمجمل نوقشت من النواحي الأمنية كيف نوفر بيئة آمنة للانتخابات تشجع المواطنين على المشاركة بنسب عالية، وأيضا بيئة نزيهة وعادلة لإجراء الانتخابات. توفير هذه الشروط هو الذي خضع للنقاش، وكذلك حاجة المفوضية إلى الوقت لتسجيل التحالفات وغير ذلك من هذه الموضوعات، كما أن هناك جدول للعمليات ستعلنه المفوضية في يوم 29 من الشهر الجاري. هذا أيضا شيء مهم التنويه به. مجلس الوزراء تعلمون فيما يتعلق بالانتخابات يعني عمل ما عليه من مساندة ومن توقيع مذكرات تعاون وتوفير كل سبل نجاح المفوضية. أيضا مجلس النواب صوت للتمويل المفوضية كما فعل مجلس الوزراء، وبذلك نحن نعمل معا سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية على دعم المفوضية لإنجاح الانتخابات. هذا مجمل ما قيل، وهناك بعض النقاط الأخرى ربما سنكتب عنها. المهم أن الموعد الجديد للانتخابات هو يوم 10/10/2021، 10 من تشرين الأول. أيضا جرت في موضوع آخر استضافة لأمين بغداد السيد علاء معن، تعلمون منصبه جديد، وجاء بخطط لتطوير مدينة بغداد، وأنصت إليه المجلس
وتحدث عن حملة محددة عنوانها حملة نهضة بغداد، واختصارها أن هناك مشروع لإكساء ما يقرب من 16 مليون متر مربع لأحياء ومحلات بغداد. هذا المشروع نوقش في مجلس الوزراء بحضور السيد أمين بغداد، وجرى توجيه الوزارات بدعم هذا المشروع، خاصة وزارة النفط، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة، وأيضا هيئة الحشد الشعبي لما لديهم من إمكانات يمكن بها أن تتحقق هذه الحملة، حملة إكساء شوارع بغداد في محلاتها وأحيائها. وكذلك طولب، وبالحقيقة مباشرة طالب السيد رئيس مجلس الوزراء أمين بغداد بأن يضع الخطة كاملة لهذا المشروع وأن يرينا خطة أخرى لتطوير مدينة بغداد. قرار آخر وهو أن مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق. الغرض من استمرار هذا التنصيب هو دعم مقومات عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب. هذا أيضا قرار. قرار آخر، قرر مجلس الوزراء استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية الرياضية، وهو تعديل في الحقيقة على قرار سابق للمجلس الوزراء، بحيث يمكن هذه الشركات الرابحة من دعم الأندية دون حدود فيما يتعلق بقيم الصرف والمبالغ المصروفة. القرار السابق لمجلس الوزراء يحدد أقيام المبالغ التي تصرف على الأندية بمليارين على ما أتذكر، الآن انفتح هذا القيد وأصبحت هذه الشركات بإمكانها أن تدعم الأندية الرياضية بمبالغ أعلى من هذا المبلغ ودون سقف محدد. القرار الآخر، أن هناك موافقة حصلت من مجلس الوزراء على تعديل قانون رقمه 24 لسنة 2013، وهو الخاص بالتفرغ الزراعي، ويعنى هذا القانون بتمليك بدون بدل للمتفرغين الزراعيين، ويتيح لهم التعاقد بدون مزايدة علنية، وأيضا يشمل المتفرغين الزراعيين بقانون التقاعد، وكذلك يسمح لهم بالتنازل لورثتهم فيما يتعلق بأفراد عوائلهم. الأمر الأخير الذي جاء من هيئة المستشارين مجموعة نقاط تهم المواطنين سأقرأها الآن، وهي أنه تم تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي وبتسهيلات، وتسهيلات هذه مهمة للمواطنين. من هذه التسهيلات أولاً أن تكون القروض للمواطنين لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بدون فائدة وبمبلغ قدره 125 مليون دينار وبقيمة السداد 20 سنة من خلال المصرف العقاري. ثانياً تكون القروض للمواطنين لبناء وحدات سكنية بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار وبفترة السداد 20 سنة من خلال صندوق الإسكان. فترات السداد هذه تؤشر أن الدفعة الشهرية للمواطنين ستهبط إلى النصف، هذا فقط للتوضيح. ثالثاً إقراض رجال الأعمال الصناعيين من خلال المصرف الصناعي، شملت فيه المشاريع الخدمية والسياحية والتعليمية والصحية بالقروض وبفائدة 3% وبمدة السداد 15 سنة وبفترة إمهال لمدة 3 سنوات. هذه فقرة مهمة أنه شمل الصناعيين في إقامة مثل هذه المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية، في السابق لم يكن هذا ممكنا. وأخيرا رابعا تم اعتماد كفالة الموطن رواتبهم في المصارف المجازة لكل من المتعاقدين والمتقاعدين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأغراض منح قروض الإسكان. هذا كل ما نوقش هذا اليوم وقرر ووجه في مجلس الوزراء، وأتيح الآن الفرصة لسماع بعض الأسئلة.
السلام عليكم، محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية. معالي الوزير، 10 أكتوبر القادم هل سيكون هو الموعد النهائي الذي لن يؤجل بخصوص إقامة الانتخابات المبكرة؟ واثق الحكومة من أن مفوضية الانتخابات ستستكمل كافة التحضيرات لإجراء هذه الانتخابات في فترة لا تتجاوز 10 أشهر أو تقل 10 أشهر؟ هذا سؤال مهم فيما يتعلق بالانتخابات. الانتخابات نحن في كل مرة وفي كل مؤتمر صحفي وفي كل مجلس نناقش جانبا منها. اليوم كان النقاش مستفيضا، ليس فقط على المدد الزمنية بل عن جوانب أخرى أمنية تتعلق بنزاهتها بالإشراف عليها. الطلب جاء من المفوضية المستقلة للانتخابات، بمعنى أن الحكومة ليس من مهامها أن تضع موعداً وتحدد وتقرر الجوانب الفنية والوقت المحتاج للمفوضية لكي تنجز الانتخابات. الطلب جاء من المفوضية ونوقش وتم إقراره بفارق 6 أيام. المفوضية تذكروا طرحت يوم 16/10، المجلس أقر يوم 10/10 بفارق 6 أيام، والنقاش يخضع لمسائل فنية. أعتقد أن يوم 29/1 حينما سيعلن جدول العمليات يمكن للناس أن تراقب إتمام هذا الجدول وتراقب عمل المفوضية وما يتاح لها من بيئة لكي تنجز الانتخابات. ولذلك هي ليست محط أنظار الحكومة الآن، الحكومة قررت يوم 6/6، لكنه المفوضية قالت نحن فنيا نحتاج مدة تمديد، وأرجو استعمال مصطلح تمديد بدل تأجيل. هذا ليس تأجيلا للانتخابات، إنما هو مدة زمنية مددت للمفوضية لإنجاز أعمالها. السلام عليكم، محمد زهيري مراسل قناة العهد. أستاذ، ماذا لو تم إرجاع قانون الموازنة من أروقة مجلس النواب إلى مجلس الوزراء؟ كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟ شكرا. يعني رؤية الحكومة في الموازنة أصبحت واضحة حينما صوت مجلس الوزراء عليها بكل فقراتها التي باتت معروفة الآن. التدارس الذي يحدث الآن في مجلس النواب نحن منفتحون عليه، يعني هذا جدل إيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نحن كلنا آذان صاغية للملاحظات والمؤشرات التي سيرسلها مجلس النواب إذا كانت هناك ملاحظات، وتدارسها والتعامل معها بإيجابية، لأننا ننطلق من منطلق أن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية إنما منوط بهما خدمة الناس أولا وأخيرا. السلام عليكم، شيفان جباري مراسل قناة كردستان 24. معالي الوزير، سؤالي بخصوص زيارة وزير الدفاع التركي. ذكر في بيان أن هناك اتفاق بخصوص حفظ السيادة بين البلدين، لكن هناك قصف تركي في مناطق حدودية لحد الآن، هل هناك سقف زمني لهذا الاتفاق؟ شكرا. الحدود بين بلدنا وتركيا عادة ما يشهد مجموعة من العمليات، وهناك تفاهمات عديدة، ليست هذه الزيارة هي يعني بدعا بين الزيارات والتفاهمات واللقاءات والتنسيقات بين الحكومة العراقية والحكومة التركية. خلاصة الأمر أن هناك تفاهمات على أمنية هذه الحدود، على الملفات الأمنية بين البلدين، ولا بد من استدامة هذا العمل التنسيقي بين البلدين لتحديد ما يمكن عمله في هذه الفترة في ظل ما نسمع ونرى من بعض المسائل الأمنية على الحدود العراقية التركية. أعتقد الزيارة كانت مهمة وهي حلقة في سلسلة كثيرة من التفاهمات والتنسيقات من أجل استقرار هذه المنطقة. شكرا جزيلا لكم.